بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشهيد الحي بإذن الله تعالى الملازم أول مشهد خالد قائد عمليات لواء شهداء الأتاري. أول ما يلي: قام كتيبة أبو المثنى الحزاني التابع لواء شهداء الأتاري بعملية نوعية بتاريخ اليوم 28/6/2012 استهدفت فيه مخفر أورم الصغرى الواقع ضمن الفوج 46 قوات خاصة والذي يقصف في شدة معظم الريف الحلبي وخصوصا مدينة الأتاري وما حولها بالمدفعية والراجمات الكورية، ودمرت بشكل كامل وأسرت ضابط برتبة ملازم وعدد من الصف الضباط والعناصر. وإننا نعتبر أن هذه العملية ومثيلاتها هي انطلاقة لعمليات أكبر وأوسع ضمن مدينة حلب وريفها. عاشت سوريا حرة أبية.